مدينة فان باستن وشنايدر جاء الهولندي من أصول عربية يوسف الجبلي إلى الدوري السعودي. عاش الجبلي طفولة صعبة، بيد أن الالتزام والانشغال بوظيفته في السوبر ماركت حسنا من أحواله إلى أن جاءت الكرة وحققت أحلامه. واليوم يحتفل محترف الفيصلي بفوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي لشهر فبراير، كيف لا وهو أفضل صانع ألعاب في السعودية بتسع مساهمات وأحرز 5 أهداف، وفي شهر فبراير وحده صنع هدفا وسجل 4. يس الحمد لله. الحمد لله، أنا سعيد بهذا الاختيار وأتمنى أن أصنع العديد من الأهداف لزملائي في الفريق مستقبلا. أما كيف نجحت في ذلك؟ فالجواب نحن نتمرن كثيرا على الركنيات والضربات الثابتة، ولدينا لاعبون يعرفون كيف يحولون التمريرات إلى أهداف. سألني مدير أعمالي إذا ما كنت مهتما بالانضمام إلى الدوري السعودي. بالنسبة لي كان حلما أن آتي إلى هنا وأن ألعب في السعودية، لطالما أخبرت والدي بذلك لأنه بلد مسلم والكرة التي يقدمونها هنا رائعة. كنت أتابع كرة القدم السعودية في الماضي عبر التلفاز، كنا نشاهد بعض المباريات للهلال والنصر والديربيات الكبرى والاتحاد كذلك. بدايتي مع الفيصلي كانت جيدة جدا، في أول 7 مباريات لم نخسر، ومنذ ذلك الحين قررنا أن نحافظ على إنجازنا والصعود بالمرتبة أكثر، ونطمح إلى الوصول حاليا إلى المركز الثالث بالدوري. نعم، أنا أحلم بالتأهل إلى دوري أبطال آسيا مع الفيصلي، وخصوصا وأنها ستكون الأولى للفريق. سنفعل ما بوسعنا لتحقيق ذلك. لدينا مباراة أمام النصر في الجولة المقبلة ونتطلع للفوز فيها. أمضيت حياتي الكروية في هولندا، وهناك تركيزهم على التكتيك والاستحواذ، لكنني أعتبر الدوري هنا أقوى لأنهم يركزون على الجانب البدني والسرعة، لكن ما أفتقده الحضور الجماهيري. في هولندا يحضرون بالآلاف، أما هنا فليس كذلك باستثناء جماهير فرق مثل الهلال والنصر، لكن أعتقد أن الأعداد ستزداد في المستقبل. الحمد لله، أنا مسلم وليس لدي أي صعوبات في العيش في السعودية، لكنني أعاني من الوحدة قليلا هنا، بيد أنني بدأت في تكوين صداقات، وأعتقد بأنني سأبدأ في أخذ دروس في اللغة العربية. فريقان الهلال والنصر هم يمتلكون كل شيء. هناك فرق في الدوري السعودي تمتلك 3 أو 4 لاعبين جيدين، لكن في الهلال والنصر كلهم كذلك. سالم الدوسري من الهلال ونور الدين مرابط من النصر، هما الأفضل ما شاء الله. عبد الله من النصر. حمد الله، سوري، حمد الله من النصر. حمد الله من النصر، ما شاء الله، هو يسجل دائما، يحب لعب المباريات ومساعدة فريقه، لاعب رائع. جونز من النصر. لا أعرف ماذا سيحدث في المستقبل، ربما أبقى مع الفيصلي، ربما أذهب إلى فريق آخر داخل السعودية، أو ربما ينتهي بي الأمر خارج منطقة الخليج. أحببت المأكولات السعودية كثيرا، وأصدقائي في الفريق يدعونني دائما لتناول الطعام في منازلهم. ما زلت لا أعرف كيف آكل بيدي، لكن الأمور تجري على ما يرام.